وَمَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ سامي السلساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. رحب الله بكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم أمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. أمين يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها بإذن الله تعالى، ونبدأ بهذه المقولة حتى تأتينا اتصالات المشاهدين والمشاهدات. شيخ الكريم بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أمين يا رب. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: فمن كان بالله وأسمائه وصفاته أعلم كان له أخشى وأتقى، فما تنقص الخشية لله سبحانه وتعالى إلا بحسب عدم معرفة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال هذا العالم الجليل. فكلما ازدادت الخشية وكلما علمنا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى كلما ازدادت الخشية، وكلما جهلنا على عدم معرفتنا لمن نعبد وأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى كلما قلت الخشية. فكيف نتعبد الله سبحانه وتعالى شيخ الكريم فضل الشيخ سامي السلساوي بأسماء الله وصفاته؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمنا جميعا بطاعته، وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا. وأسأله جل وعلا ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، وما أكثر هؤلاء في زماننا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من قول طيب لابن رجب رحمة الله تعالى عليه، بقدر معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، بقدر ما يكون خشية الإنسان وتقواه وقربه من الله عز وجل. والإنسان إذا فقد هذا العلم وتلكم المعرفة فإنما يفقد الخشية، وهذا ما يجب على المسلم أن يكون وقافا معه، يعرف قدر الله تبارك وتعالى، ويعلم يقينا أن الله جل وعلا مطلع عليه، مسمع قوله ويعلم فعله حتى مكنون صدره. فلو الإنسان صغر أو كبر، رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، استحضر عظمة الله تبارك وتعالى ورب الأرض والسماء ما غفل عنه ولا جرؤ أن يعصيه قيد أنملة. لما؟ لأنه عندما يريد أن يعصي الله، يا عين يا قلب يا لسان يا يد يا فرج يا بطن،
الله مطلع، الله شهيد، الله تعالى رقيب. هنا كما قال بعض أهل العلم العبد يكون في معية الله تبارك وتعالى فيرتد سريعا عن معصيته ويكون دائما في حضر أو في معية الله تبارك وتعالى فيحصل الأجر والثواب، بل باستطاعته بأسماء الله وصفاته العلى أن يعيشها واقعا. نعم، كما لو أن الإنسان استحضر نقصه فقابله بما عند الله عز وجل من كمال وجلال. فأنا العبد الذليل والله تبارك وتعالى العزيز، وأنا العبد الفقير والله تبارك وتعالى الغني، كما قال أهل العلم إذا تحقق أو إذا امتثل العبد نقصه خلع عليه كماله ومنحه أوصافه سبحانه جل في علاه. هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بالتفصيل بعد هذا الاتصال. نعم. إن شاء الله. أستاذ حمدي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أخي. إزيك يا شيخ أحمد، ربنا يسترك. نعم والله الحمد لله يسترك. فضل أخي الحبيب، الله يرضى عني. الله يخليك، والله إني أحبك في الله، أنت الشيخ سامي السرساوي، ربنا يطول عمركم كده ويجمعنا بكم في الجنة يا رب. يا رب وإياك والمسلمين والمسلمات، تفضل، الله يرضى عنك ويحفظك ويحبك. لو سمحت يا شيخ، والله أنا بنصلي في جامع القرية اللي فرح مني. نعم. ومحدش بيصلي يعني، بالناس بيقدموني يعني، وأنا مش شايف نفسي أهلي كده يعني، بس بيقدموني غصب عني. وأنا بنصلي وبنبقى مغمض عينيا في ركعتين الأولانيين. وساعات ركعتين اللي بعد التشهد الاوسط يعني بالصلاة. ليه تغمض عينك؟ حكم الصلاة ديت يعني. حاضر، حكم الصلاة. في سؤال تاني يا اخ حمدي، الله يرضى عنك. الله يكرمك يا رب، دعاكم بس لنا والله بالهداية كده والصحة. الله الهداية لنا ولكم المسلمين والمسلمات، فأمان الله حبيب الغالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم. أهلا بأمنا يا باشا، أنا معك على الخط المكتوب. أهلا ومرحبا، اتفضلي. السلام عليكم. استاذ احمد، اتفضلي يا ام، اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، طول بالك عليا حبه كده. حاضر، لو سمحت يعني. اتفضلي يا ام. انا ليا بنت متجوزه بقى لها سنه. ابنه المهم الجوزي بقى لها سنه، وطيب دايما قلت له جوزها امتى بتتكلم وبتعمل وبتتكلم، ما تكلمش ليه ما تكلمش ليه، كان زمالي في الشغل يعني وكده، وقال انا مش هتكلم ولا حصل حصل وخلاص. جه في مره هو سافر بره دلوقتي، واخوه بره، جه اخوه رمى اليمين على مراته وراح هو ده في نفس اللحظه رمى اليمين على امير، قال لها تطالق، قال لها توب الطلاق لو انت كده ولو انت عندك دم مطلوب طلاق، قالت له ما كنتش عايزني، الله، قال لها انت طالق. ماشي؟ قال لها انت طالق. المهم ايه؟ قالوا ده معمول لهم سحر وبتاع، فجت لك زهقان ولا عصبان، قالت لها روحي شيخ، بصراحه ما كنتش عايزه هوتها وروحنا. قعد يقرا لها القران وراح قال لها، كتب لها ورق كده، لما كتب ورق برضه انا شكيت. المهم جه اخويا قال لها ما تعملش الورق ده، طلب حاجات تحطه في الورق عشان تحرق، ما جبناش الحاجات دي وحرقنا الورق، هي كانت واحد بلات ام بقى، كانت اخر ورقه حرقتها البيت، وقالت لي انا خايفه يا ماما انا حرقت الورق وانا خايفه لا حصل حاجه. قلت لها لا، يا رب يحفظها. يا معلش يا امي، الله يرضى عنك. هو قال لها انت طالق، ردها ولا لا؟ انت عارفه الوقت اللي تذكري اقرايها وصلي وادعي ربنا، ربنا يحفظها في الانس والجن على ان يضر كل شيء، لن يضر كل شيء الا كتبها الله. يفتح عليكي. معلش يا حاجه، السلام عليكم، الله يرضى عنك. السؤال ايه؟ الله يحفظك. هو رمى عليها يمين طلاق، السؤال ان احنا رحنا يعني وبعدين بقى قلت لها ما تقفيش، فنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب حاضر، فهم منها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، من معنا؟ السلام عليكم. ام عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا مرحبا يا ام عبد الله، اتفضلي. عايز اسال حضرتك عن ضوابط السفر للدول الاوروبيه، يعني لو حد سافر دولة أوروبية على أساس يشتغلوا كده، طبعا بيبقى معاه الأولاد أطفال بيخشوا مدارس، ممكن طبعا على غير الديانة بتاعتنا. طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسراء، أبو إسراء، السلام عليكم يا أبو إسراء. نوطي التلفزيون يا أبو إسراء من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا أخي الحبيب. مرحبا، إزي حضرتك يا أستاذ؟ نعم والله، الله يرضى عنك، تفضل. الحمد لله. والله حضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك اكتر من مره، احاول اخد رقم تليفون الشيخ سامي مره، وكان مره الشيخ شعبان درويش، وحضرتك تقول لي هو معاك في الكنترول. حضرتك يعني لو انتظرت عليهم وقلت لهم اريد رقم الشيخ حتى دون ان تدخل علينا في الهواء،
كنت هتاخد الرقم ان شاء الله تعالى. اي احد يريد رقم مشايخ من غير فتاوى او من سؤال على الهواء ياخذ الرقم من الشباب في الكنترول، وهذا متاح. الله يرضى عنا وعنكم ويحفظكم ويرضى عن جميع المسلمين في مشارق الارض وفي مغاربها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا، اهلا ومرحبا، تفضلي. ممكن اسال يا استاذ احمد سؤالين بعد اذنك؟ اتفضلي اتفضلي. حضرتك سامعني؟ ايوه نعم، اتفضلي يا فندم. الو. هاتي السؤال بارك الله فيك. السلام عليكم، هاتي السؤال. طب متصلة أخرى، السلام عليكم. أخت أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ سامي السرساوي ربنا يحفظه. يحفظك ويحفظه أمين يا رب. إلى أي علم ينتمي علم البلاغة؟ وإلى أي علم ينتمي علم العقيدة؟ كما أريد أن أقدم شكر خاص للشيخ سامي السرساوي وجميع علماء الأزهر الشريف. رب الذين ينيرون منير قناة الندى دي. يا رب يحفظك ويحفظهم ويحفظهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا حضرتك معانا، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال. ايوه نعم. اتفضلي يا فندم. ممكن حضرتك معانا على الهواء، الله يرضى عنك، هاتي السؤال، اتفضلي يا فندم. الأستاذ صالح، السلام عليكم. أستاذ صالح، السلام عليكم. هل يجوز يا شيخ الاعتكاف المنظور؟ يعني أنا قلت نويت أن أعتكف شهر رمضان القادم. ونسيت هذا ونسيت وعدى شهر رمضان، فهل علي اعتكاف؟ حاضر. كان نذرا يعني. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، نعود إلى أسماء الله الحسنى، وكيف نتعرف على الله عز وجل، وكيف نتعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني مثلا من يريد الرزق يقول يا رزاق ارزقني، من يريد أن يتوب الله عز وجل عليه يقول يا تواب تب علي، معذرة تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. هل يستحب أن ننادي الله عز وجل بأسمائه حينما نريد أن ندعوه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ بارك الله فيك. كما تفضلتم نتعبد الله سبحانه وتعالى، أي نتقرب إلى الله ونعبد الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات الجليلة، لأن الله تبارك وتعالى له كل كمال وجلال يليق بالذات الكريمة سبحانه جل في علاه. فالعبد عندما يريد سعة في الرزق يتذكر ويستحضر الرزاق الله تبارك وتعالى الذي يرزق الإنسان والحيوان والطير وكافة الدواب، فيجلس في صلاته أو في سحره أو في ليله أو وهو جالس في أي وقت من الأوقات، يا رزاق أسألك وأنت وحدك بيدك الرزق أن توسع في رزقي ورزق أولادي، يحاول جاهدا أن يتقرب إلى الله بهذا الاسم ومن خلاله. كذلك إذا أراد الرحمة والمغفرة وقبول التوبة فإنما يأتي بهذه الأسماء أو تلكم الصفات الكريمة للكريم الجليل الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إلى الله. أنا مذنب كبير وأحتاج إلى مغفرة ذنوبي، فإنني أستحضر عظمة الغفور، عظمة الرحيم، عظمة الرحمن تبارك وتعالى، وأتذلل إليه وأتضرع إليه بهذه الأسماء وتلك الصفات، فإن الله تبارك وتعالى لا يقنط أحدا تقرب إليه لا بأسمائه ولا بصفاته أو قصد الله عامة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقصدون الله حق المقصد. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هل الإحصاء يكون عن طريق الحفظ لها شيخي الكريم أسماء الله الحسنى، أم أننا نفهم معانيها ونتدبر معانيها ونتعبد الله عز وجل بها؟ ما أكثر من يحفظون ولكن لا يفقهون، أو بمعنى أدق لا يطبقون. هذا مثلهم كما ذكر الله في القرآن كالحمار يحمل أسفارا،
فإن المسلم عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أحصاها، يعني عرفها وتخلق بأخلاقها وتأدب بآدابها وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. هنا نقول له ينطبق معك حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فالعبد عندما يعرف اسما من أسماء الله تبارك وتعالى ويتحقق به ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب. لكن أسمع وأحفظ وأكر كلاما وفقط دون تطبيق ولا فهم ولا دراية، أنا لا أريد تخصصا، أو بمعنى أدق لا أريد، وإن كنت أتمنى أن يكون كل المسلمين هكذا، يعني فقهاء وعلماء بأسماء الله وبمقصودها وبمدلولها وما إلى ذلك، لكن على الأقل أنه يعلم أن الله السميع البصير الرزاق الغفور الرحيم، المعنى العام البسيط، فأتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فلا أغفله، ثم بعد ذلك أقول هذا ينبغي أن نحن ننتبه إليه. زادنا الله وإياك والمسلمين والمسلمات خشية وتقى لله سبحانه وتعالى ومعرفة به سبحانه وتعالى. وعز وجل فضيلة الشيخ سامي السلساوي ومتعكم الله بالصحة والعافية. الأخ حمدي يصلي في مسجد القرية، صلى الله أن يتقبل منه يا رب ومنا ومن المسلمين جميعا. يقدمونه للإمامة، يغمض عينيه في الركعتين الأولتين وربما يغمض عينيه في الصلاة كلها، فما حكم هذا الشيء شيخ الكريم؟ نقول للسائل الكريم أعانكم الله على هذه المهمة التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان على قدرها وأن يكون أهلا لها. أنصح نفسي بهذا في سؤال السائل الكريم بارك الله تعالى فيه، يا مسؤولية كبرى نسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يتجاوز عنا فيها من أخطاء، واللهم أمين يا رب العالمين، أن يرزقنا فيها الرشاد والصواب وأن يتقبل منا الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائل الكريم منهي عن إغماض العينين في الصلاة إلا لعذر أو لضرورة، كما لو كان الإنسان أمامه بعض الآيات التي تكون منقوشة على الجدران وربما يسرح في الخط وجماله وما إلى ذلك، أو هناك ما يشد انتباهه، أو لا يستطيع أن يركز ويخشع في صلاته إلا أن يغمض عينيه. ولكن الأصح والأولى أن أجعل بصري كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم موضع سجودي، فإن احتاج إلى أن يغمض لا بأس ولا حرج، ولكن لا يكون هذا الأصل، بارك الله في السائل. نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. يعني سؤال الأخت، هي أطالت في الشرح، الزوج قال لها أنت طالق لما قالت له طلقني، فقال لها أنت طالق. المهم بعض الناس قالوا عليهم سحر أو مسحورة، ذهبوا لشيخ أعطاهم ورقة مكتوب عليها، حرقوا الورقة، هل يقع عليها الطلاق شيخ كريم أم لهذه العلة المذكورة لا يقع عليها الطلاق؟ يعني آسف أن أقول هذا الكلام قبل أن أجيب على مسألة الطلاق. أصبح الكثير من الناس اليوم يبحث عن الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا، سواء في الحياة الزوجية أو في التجارة أو في العلاقات الاجتماعية أو في غيرها، الولد رسب في الامتحان، السحر عمل، التجارة فشلت، وهكذا. هذا أمر ينبغي أن ننتبه، هؤلاء دجالون من تسبون إليهم، فلنتقل ورقة ونحرقها ونكتب فيها هذا دجل وهذا شعوذة ولا أصل له في دين الله ولم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد ينبغي أن يكون وقاف مع ما قاله النبي وما أمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسم الله الحفيظ. نعم ما ينبغي أن يكتب يا أخي. نعم ينبغي أن يعني العبد، يعني من يحفظنا؟ من يكلأنا بالليل والنهار؟ أحد مع الله؟ أبدا والله، هو سبحانه وتعالى. والله وبالله وتالله وبكل أنواع القسم، لو أن المسلم حافظ على فروض على فرائضه الخمسة وعلى وضوئه والأذكار، آية الكرسي، قل الله قل رب الفلق قل رب الناس، عقب صلاته، الشيطان ليس له معه سبيل، لا سحر ولا غيره، لكن المنهج المسلمون عنه غائبون إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك اجتالتهم الشياطين وعششت في بيوتهم فباضت زخرف القول غرورا، فكان مثل ما ذكرت السائلة الكريمة. نقول كفوا عن هذا العبث ولا تذهبوا لأحد، فإن من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا بنص حديث النبي فقد وصدقوا فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على رسول الله؟ القرآن الذي قال الله فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الله أكبر، قل يا رسول الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن السائلة الكريمة، ما صنعتموه خطأ ومحرم، استغفروا وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. أما عن الطلاق،
الذي ألقاه الزوج واقع ومحسوب. فالرجل قال أنت طالق باللفظ الصريح، لا نية ولا غيرها. إن كانت الطلقة الأولى ترجع الزوجة إليه خلال العدة، إن كانت الطلقة الثانية ترجع إليه إن لم تنتهي العدة، إن كانت الطلقة الثالثة لا رجوع لها. عدة المرأة تختلف من امرأة الأخرى. أرجو أن لا يأخذ بعض من يسمعنا الكلام على أنه يعني أكشن، يعني ختم كده إن شاء الله لكل النساء. خطأ. الله في القرآن ماذا قال في المطلقات؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ما قالش ثلاث شهور، ثلاثة قروء. القرء الحيض كما قال جمهور أهل العلم من المفسرين. فالمرأة تختلف، هذه حيضتها يومين والأخرى ثلاثة وهكذا، فممكن تبقى ثلاث شهور، ممكن تبقى ستين يوم، ممكن أقل، ممكن أكثر. ثلاث حيضات ثلاث أطهار. فخلال الحيض إذا أتى الحيض ثم الطهر، الحيض الثاني ثم الطهر، الحيض الثالث ثم الطهر، انتهت العدة. خلال فترة العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية يراجعها بالقول أو الفعل، راجعتك إلى عصمتي أو الفعل المعاشرة أعزكم الله. هذا ما لم يكن تم الطلاق مكتوبا على يد مأذون. جزاك الله خير شيخنا الكريم، وحفظ الله بيوت المسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. آمين. ضوابط السفر إلى الدول الأوروبية شيخي الكريم، وهناك حياة وأكل وشرب وتعليم، ما هي الضوابط؟ نعم. أقول لإخواني وأخواتي ممن يسمعنا، نحن أو الإسلام لا يحرم الذهاب إلى بلاد الغرب أو الكفر عامة، ولكن بضوابط. أن المسلم يحافظ على عقيدته له ولأولاده ولزوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يصلح ولا يجوز شرعا أن يذهب المسلم إلى أي بلد من هذه البلدان ويضيع عقيدة ابنته ولغة ابنه. فقد رأيت هذا بعيني وعلقت ولفت النظر. شيخي الكريم يحافظ على الصلاة، يحافظ على اللغة العربية، جيد، يعني على التعليم، يحافظ على عقيدته إجمالا، عقيدته، يحافظ على لغة دينه، يحافظ على إقامة فرائضه. لا ينبغي أن يتهاون ولا أن يتكاسل في جزء صغير في مقابل أن نعيش في هذه البلدان، وإلا كان السفر محرما والإقامة محرمة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ما ينبغي أن الإنسان الذي لا يستطيع المحافظة. جزاك الله خير شيخنا كريم. نعم. أبو إسراء، لعلك تكون أخذت الرقم، أمة الله البلاغة والعقيدة. أختنا سألت، طبعا هي تعتز بكم أهل الأزهر وبعلمائنا ومشايخنا، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. تقول العقيدة إلى أي علم تنتسب، وعلم البلاغة إلى أي علم ينتسب؟ أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا أحسن مما تظنون، وأن لا يؤخذنا بما تقولون، بل لي رجاء أنا أردده في خطبي ودروسي وفي على الهواء لأخواتي وإخواني. إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة ولم تجدونا، أستحلفكم بالله أن تشفعوا لنا عند الله وتقولوا إن عبيدك هذا العاصي لطالما ذكرنا بك يا رب العالمين. أسأل الله أن تنالنا شفاعة إخواني وأحبابنا وشفاعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول للسائلة الكريمة، كل ما ذكرتيه علم مستقل ويختص بذاته. فعلم البلاغة ينتمي إلى علم اللغة وهي واسعة ما شاء الله، وهذا الجانب الراقي الرائع التصوير الذي يبرز جمال اللغة العربية، فكيف بالقرآن؟ فهذا ينتمي إلى علم اللغة، بارك الله فيك. والبلاغة نشأت في حضن القرآن الكريم. بالضبط، هي وأستاذ والقرآن. نعم. والقرآن أستاذ اللغة بأسرها وكفة أشكالها وأنواعها وأنماطها. علم العقيدة ينتمي إلى علم العقيدة والعلوم الدينية والتوحيد والشريعة وإلى آخره. إذن الأمر واضح، أسأل الله أن يكرمنا بطاعته. أسأل الله أن يعلمنا أجمعين. لو معنا اتصالات يا مصطفى من فضلك. الأخ صالح يعني نذر أن يعتكف في رمضان، وأتى رمضان ولم يعتكف، نسي يا شيخ الكريم، فهل عليه اعتكاف أم ماذا يفعل؟ إن كان ناسيا حبيبنا علمنا رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ليس ناسيا يلزمه تنفيذ نذره هذا في رمضان الذي يليه. عجز لظروف صحية تمنعه من الاعتكاف، فإنه يكفر كفارة يمين. نعم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخي؟ تفضل. أستاذ عبد الله، عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. نقطة التلفزيون يا أخ عبد الله. كيف حالك؟ تفضل يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. كيف حال الشيخ سامي؟ الحمد لله على فضله وكرمه. جزاكم الله خيرا والله. جزاكم مثله.
شيخنا في إمام صلى العصر وقام لركعة خامسة وذكروا المصلين ذكروه عشان يجلس فلم يجلس، فقام المصلين وراه أتوا بركعة خامسة، فما حكم الصلاة ذلك؟ مع علمهم بهذا الخطأ. أستاذ محمد مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله، تفضل. معلش يا شيخ والله السؤال كان إن أنا يعني الشيطان متغلب عليا شوية يعني. ربنا يعافينا وإياك. يعني الخميس ولا إيه يا محمد؟ العادة السرية وكده. ربنا يهديك يا محمد ويتوب علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا يا رب من كل الذنوب والمعاصي. في سؤال تاني يا محمد؟ انت عندك كم سنة؟ عندك كم سنة يا محمد؟ 18. بتصلي ولا لا يا محمد؟ والله الفروض كلها. بتصلي الحمد لله رب العالمين، محافظ على الصلاة وصلاة الفجر وكل الصلوات في المسجد؟ لا ما عدا الفجر. ما عدا الفجر. يا رب يحفظك ويرضى عنا وعنك. السلام عليكم يا أختنا. أخت مريم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. حضرتك ممكن أسأل سؤالين؟ اتفضلي يا فندم، الله يرضى عنك. نعم. السؤال الأول، أنا كنت سمعت من الشيخ إن المواظبة على صلاة الضحى ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بيصليها فترة متواصلة ويسيبها فترة متواصلة. أنا عايز أعرف إيه الفرق بين الكلام ده وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بتاع أبو هريرة اللي هو أوصاني خليلي بثلاث ومن ضمن الثلاثة دول ركعتي الضحى. وهل لو انا مواظب على صلاه الضحى كده يوميا ده كده مش من هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ السؤال الثاني، كنت عايزه اطلب من الشيخ سامي يقول لي حاجه، لان انا بقالي فتره حاسه بفطور في الطاعه بشكل غريب جدا. كنت بقرا الورد القران بالاربع والخمس اجزاء، دلوقتي اول ما امسك القران صفحتين ثلاثه وبحس ان انا تعبت جدا ومش قادره واحس ان انا عايزه انام، وكنت بصلي السنن مؤكده وغير مؤكده، ما بقتش اصلي السنن كتير، فمش عارفه متضايقه من الاحساس ده وعمال اقول ربنا يثبتني ومش عارفه يعني بيحصل كده. ربنا يهديك ويصلحنا واياك يا رب في امان الله يا اختنا. استاذ عبد الفتاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الفتاح السلام عليكم، ربنا يفتح علينا وعليك يا عبد الفتاح، تفضل يا اخانا. تفضل يا اخانا. احمد الحمد لله رب العالمين في نعم، جزاك الله خير. يا رب يا احمد. تفضل. الحمد لله رب العالمين. تحياتي للشيخ سامي وربنا يفتح عليكم يا رب. يا رب عليك ويجعل لك من اسمك نصيبا. امام يصلي بينا عليه زي جن يعني، وهو بيزعم ان هو معجب بالقران. فبيقول الجن ده عليا واني جن مسلم ساكن في مكه، يعني بينصح الناس ان هم يشيلوا الجن من عليهم وكده في القران والسنه. يعني بقول له كده حرام ولا يجوز الاستعانه بالجن. قال لا دي جن لابسني وبينصحني بالصلاه ومخليني امام ومش عارف ايه وكده. ايه حكم دي يا عم شيخ؟ حاضر. ربنا يهدي المسلمين جميعا. السلام عليكم. استاذ محمد عبد الصمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضل. الله يبارك فيك يا استاذ احمد، الله يخليك عم الشيخ، بارك الله. بارك الله، الحمد لله في نعم والله. اشهد الله اني احبكم في الله والله. احبك الله دي احببتنا فيه، جزاك الله خير. لو سمحت عم الشيخ والله عندي ثلاث اسئله سريع كده عايز اقول لك عليهم، معلش هم ثلاث اسئله بس يعني ان شاء الله يعني حاجه خفيفه كده. اول حاجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا بشتغل في مزارع الطماطم والحاجات اللي زي كده، فبياخدوا زي بيطلعوا الطماطم تحصلها وكده يعني، فبيقول لك حمل كل حاجه البايظه والصفرة والحمراء وكل حاجه حمل حمل حمل، فانت مش عارف يعني تحمل البايظه ولا الواحد برضو حاسس كانه يعني ضمير بيأنوي يعني. بس فكنت عايزك تجاوبني على السؤال ده. والسؤال الثاني دلوقتي ايه حكم البلاي ستيشن؟ طبعا سمعت ان في حاجه اسمها بس بيقول لك في المصورون في النار. أيصر. على فكره مش سامع حضرتك بس انا بقول اسال لان مش سامعك خالص يعني. السؤال الثالث. هات السؤال الثالث. طيب السؤال الثالث بيقول لك سمعت ان حديث بيقول لك في عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في ان المصورون في النار.
طب ايه حكم البلاي ستيشن؟ في صور متحركه وحاجات زي كده ماشي، انك انت بتجيبه في البيت الاولاد وحاجات زي كده. السؤال الثالث يا شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد، ليا واحد قريبي بيصلي الفرض، وبعد ما يصلي الفرض يلاقي مثلا في جماعه ورا في الجامع يروح يصلي معاهم، و يعني ولو لا جماعه ثالثه يروح يصلي معاهم وكده. هو عليه صلوات فائته؟ عليه صلوات فائته؟ يعني خالص، فكنا عايزين نسمع راي حضراتكم في الكلام ده. حاضر، الله يحفظك، فمالا اتصلت وبعدين الشيخ يجيب ان شاء الله. السلام عليكم. استاذ اشرف، السلام عليكم. ام اشرف، السلام عليكم. ام اشرف، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام اشرف. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. دايما محمد، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في الشيخ سامي يا رب. يا رب وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير. طيب لو سمحت عندي سؤالين، ربنا يرضى عنكم. وعنكم رضي الله، اتفضلي يا فندم. اول سؤال، عندي ولادي ولد في المرحله الثانويه ولد في المرحله الاعداديه، ودايما مصرين على ان هم يلعبوا كوتشينه او شطرنج، وانا بقول لهم الالعاب دي حرام، هم مش مقتنعين خالص ان هي حرام. فانا مش عارفه هل هم لو بيلعبوها للتسليه فعلا هي حرام ولا مش حرام؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، الله يرضى عليك، ان هم برده مهملين جدا في الصلاه، يعني تعبني جدا خالص في الصلاه، واحيانا باخد قرار ان انا مش هقول لهم صلوا ثاني، فمش عارفه برده انا في القرار ده صح ولا غلط. طيب ربنا يصلح حالكم، تجاوبوا عليهم لانه في امان الله. ربنا يحفظهم لك يا ام اشرف، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذرة على الإطالة سيدنا الشيخ، أتعكم الله بالصحة والعافية. نعم، الأخ عبد الله إمام صلى العصر وقام للخامسة، الناس ذكرته أن هذه الخامسة سبحان الله ما لم يجلس. لا أدري هل المصلون كلهم قاموا لهذه الركعة أم من أخطأ مع الإمام، أم ما حكم الصلاة شيخي كريم؟ نقول للسائل الكريم، هذه حالة من الحالات تحدث في كثير من المساجد نتيجة عدم الفقه وغيره، ولذلك أنصح أقول حكم الصلاة. أولا، إذا كان المصلون الذين قاموا خلف الإمام يعلمون يقينا أنها الخامسة صلاتهم باطلة وتجب إعادتها مرة أخرى، إذا كانوا على يقين ومتأكدون أنها خامسة ثم قاموا فأتوا بزيادة متعمدة بطلت الصلاة وتجب الإعادة. تصرف الأمثل في مثل هذه الحالات، نحن كمن كمصلين كمأمومين متأكدين أنها الخامسة، نذكر الإمام. سبحان الله، الإمام لم يستجب ولم يجلس، ماذا كيف نتصرف نحن اللي خلف الإمام؟ لا نقوم إلى الصلاة، نظل في جالسين حتى يأتي إلينا ويقول التشهد، نقول التشهد معه ويسلم، نسلم معه، يسجد للساوي نسجد معه. أما إذا قام الإنسان خلف الإمام لا يفقه الحكم وغير متأكد، عنده نوع من الشك، صلاته صحيحة. صلى القبول. الأخ محمد، أنا معي 10 دقائق شيخي كريم، والأسئلة كثيرة إن شاء الله. حاضر، متعكم الله بالصحة والعافية. وإياكم سيدي. أنا من الأخ محمد، أسأل الله أن يهدينا وإياه، يقول الشيطان متغلب علي، والفعل الذي يفعله هدانا الله وإياه، وعنده 18 سنة، كيف يتوب ويقلع عن هذا الذنب شيخي كريم؟ أقول لابننا الكريم، بارك الله فيك، اعلم أنه عمل محرم وستندم عليه أشد الندم بعد زواجك، والأمر يطول شرحه. ولكن يا ولدي، تذكر الموتى وتذكر القبر وتذكر العذاب، لن تقدم على هذا. نصيحتي لك حتى تبتعد عنه، كف عن مشاهدة ما يثير شهوتك، هذه واحدة. الأمر الثاني، إياك وصحبة السوء والأفلام والمسلسلات، مارس رياضة إن كان عندك وقت متسع وفراغ، والزم صحبة المسجد، إن شاء الله ينتهي ذلك بإذن الله. التدريب على الصيام شيخ الكريم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فصم اثنين وخميس قدر استطاعتك، سينتهي هذا تماما يا رب. الله. يا رب. الأخت مريم سمعت من أحد المشايخ أن المواظبة على صلاة الضحى ليست من السنة. نعم شيخ كريم، وهناك حديث أوصاني خليلي بثلاث، منها صلاة الضحى، فكيف نوازن بين هذا، أو إن كان صح هذا الحديث؟ أقول للسائلة الكريمة، واظبي على صلاة الضحى، فعمل طيب ومبارك، ولا تتركيها ما حييت قدر استطاعتك إلا لعذر. أنا ما قلت واجبة ولا فرض، ولكن أنا وأنت في أمس الحاجة إليها، لا حرمنا الله وإياكم منها ما حينا. آمين يا رب. مسألة الفطور في الطاعة، القرآن من إلى
سنة من إلى، أسأل الله الهداية لنا جميعا يا رب. كيف تعود إلى سابق عهدها شيخي؟ أقول للسائلة الكريمة هذا من تلبيس الشيطان عليك، ويريد الشيطان أن يأخذك بعيدا عن طاعة الله. تخيلي معي أن صفحة القرآن التي تقرأينها لك بها 450 حسنة، 450 حسنة في الصفحة الواحدة، ده لو حقد في الحرف حسنة، لو خدت 10 حسنات في الحرف والله يضاعف لمن يشاء 4500 حسنة. إذن الشيطان يعني هذا يحزنه. فأقول للسائلة الكريم إرادة قوية، إنما ترجعين سريعا وقرأي حتى ولم تفقهي، وقرأي حتى ولو تعبتي سترجعين إن شاء الله. يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. أمين. أخونا يقول يصلي بنا ويقول عليه جن، إمام يقول عليه جن مسلم ويأمرني بالصلاة والعمل الصالح ومعالجة الناس ودعوهم إلى القرآن والسنة، فما حكم الاستعانة بالجن حتى ولو كان مسلما؟ لا يجوز شرعا الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى، ومن استعان بغير الله فقد أشرك، وهذا رجل مفتون بمن معه، فليتق الله تبارك وتعالى، وليلزم شرع الله، وليلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ينصح ويصلى خلفه شيخ ما دام يؤدي الصلاة كاملة بضوابطها وأركانها وصفاتها، ويقرأ القرآن صحيحا بأحكام، يصلى خلفه ويؤمر بأن ينتهي من هذا الكلام. نعم، هذا الكلام. عليه ننصحه. نعم. ونقدم له النصح وننهاه عن ذلك، وليتق الله في نفسه، فإنما هو فتنة لنفسه ولغيره. أمين، ربنا يهدينا ويتوب يا رب. الأخ محمد عبد الصمد ربنا يوسع عليه ويكرمه يا رب، يعمل مزارعا في الطماطم، احيانا يقال له يعني حمل الطماطم الجيده والغير جيده، يعمل ايه شيخ يا شيخ؟ لا يجوز شرعا، فهذا غش للناس. تتعمل صلصة. النبي صلى الله عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم السلام. مر على رجل يبيع تمرا رديئا وتمرا حسنا مخلط ببعض، ماذا قال النبي؟ ما معناه؟ الله اكبر، اجعلوا هذا، هل لبعتم هذا على حدته وهذا على حدته؟ فيتبايعون، يعني يبيع ونشتري بما يعرف الناس، فالرديء له سعره والحسن له سعره، وهذا المحصول من الطماطم بارك الله فيك الطيب فيها له سعره، والآخر إنما يصنع للصلصة وله سعره، إذن يفصل كل على حدة، وإلا كان غشا للناس نسأل عنه أمام الله. قال نبينا من غشنا فليس منا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المصورون في النار، هل هذا حديث؟ نعم، هناك حديث للنبي أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فنحن نقول إن كان فيها خلاف لأهل العلم أنه النحات والتمثال، أنا أقول الأحبة الكرام حتى وإن كان تصوير فوتوغرافي فلنجعله في أضيق النطاق فيما نحتاجه في حياتنا اليومية وفقط. البلاي ستيشن بناء عليه سأل السؤال أخي الحبيب، البلاي ستيشن ولعبة الأطفال، ولو الأولاد هيلعبوا بالبلاي ستيشن حكمه شيخ؟ جميع لعب الأطفال مستثناة من التحريم الأصل العام بارك الله فيه. جزاك الله خيرا. يصلي الفرد ثم يعود، يعني أسأل عن أخ يفعل هذا ويصلي خلف من يصلي جماعة ثانية وثالثة وهكذا، فما حكم هذا شيخ كريم؟ إن كان الرجل عليه من فروض فائتة وقصر في صلاة ويفعل هذا بتلك النية على رأي جمهور أهل العلم فيجوز ولا بأس ولا حرج، أما إذا كان لم يقصر وليس عليه فرائض فائتة لا يجوز له أن يصلي الفرض مرتين. نعم، أسأل الله أن يصلحنا جميعا. يا رب. لو صلوات فائتة نعم هذا جائز. نعم، جمهور أهل العلم قال الفرض مع فرض، يعني لو النية هنا النية هي الضابط. نعم. إن كان صلوات فائتة أو يتنفل شيخي كريم. بالضبط. نعم، لكن لو هو نفس الفرض بتاع لا يجوز نية الفرض مرتين. نعم. وزيت الجنة. ويارب. أم أشرف أولادي في الثانوية العامة والتاني في الإعدادية، واحد في الثانوي والتاني في الإعدادية، بيلعبوا كوتشينة وبيلعبوا شطرنج، تقول لهم حرام، هم بيلعبوها تسلية تسلية شيخ الكريم، فما حكم هذا؟ نقول للسائلة الكريمة لا تجوز شرعا التسلية بالحرام، فالنرد النبي نهى عنه. الكوتشينة مش نرد. نرد مكتوب يا سيدي، امسك اي ورقة تلاقي فيها 1 2 3 4 5 6 7 9 10، هذا نرد. وامسك الزهرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جدها مكتوبة برضو من كل جوانبها نفس الأرقام، فهذه زهرة مجسمة وهذه ورقة مكتوبة، وكلاهما يأخذ نفس الحكم. هذا عن الكوتشين. أما فيما يتعلق بالشطرنج رأيان في الفقه، رأي يرى لا بأس به ما لم يكون هناك مضيعة للصلاة أو يأخذ وقتا طويل، ورأي آخر يقرأ أنه لا يجوز،
وسيدنا علي قال ما هذه التمثيلات أنتم لها عاكفون. ما يطمئن قلبي إليه أننا نجعله في أضيق النطاق، وإذا كان يضيع صلاة فلا يجوز. هذا هو السؤال الثاني، يطلبونها في الصلاة جدا، وصلي يا ابني ما في الصلاة، وهذا حال كثير. إذن لا يجوز شرعا أن يلعبوا مثل هذه الألعاب، وليتقوا الله وحرصوا على الصلاة. لو الألعاب ديت هي التي، هذه الألعاب هي التي تضيع عليهم الصلاة، حتى وإن لم تضيع عليهم الصلاة لأنها من النرد في مكان. أما الشطرنج فقد ذكرنا فيه الرأيان، ما يطمئن قلبي إليه البعد عنها غنيمة. معي ثلاث دقائق، نصيحة للشباب والبناء الذكور والإناث بالمحافظة على الصلوات الخمس شيخ الكريم، ولنا جميعا. نعم، أسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. أقول للشباب وللبنات وللصغار وللكبار، صورة تحفظونها وتقرؤونها وتجري في قلوبكم، لكنكم للأسف لم تنتبهوا إليها بعد، سورة الماعون. انظروا ماذا قال الله فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظروا ما بعدها وتأملوها: فويل للمصلين. لم يقل فويل للذين لم يصلين، للذين لم يصلون، لا، إنما قال للمصلين. توعد الله طائفة مخصوصة ممن يصلون بالويل، وادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصل أهل النار. قال ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة ومن تبعهم ومن المفسرين، المقصود أنهم لم يتركوا الصلاة بالكلية، يعني ما تركوش الصلاة، لا، كانوا يؤخروا الصلاة لآخر الوقت، العصر لحد قبل المغرب بخمس عشر دقائق عشان الماتش أو الفيلم أو المسلسل، والمغرب لحد قبل العشاء، وهكذا. هذا الذي قصدهم الله في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا الله، أيضا فكيف بمن لم يصلي أصلا في قعر جهنم والعياذ بالله. فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، واد في قعر جهنم عفانا الله. فأرجو من أبنائنا وشبابنا أن يحافظوا على الصلاة، فهي فلاحهم وفخرهم وزخرهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم أمين، نحن أمين. أنت والمسلمين والمسلمات أمين. أمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ سامي السرساوي، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. أمين يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا